قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة متميزة بعنوان الحزن وتعزيات الله. وقد استضاف البرنامج الأب وسام منصور كاهن رعية الجالية العربية في شيكاغو، حيث ناقشت الحلقة الأحوال السائدة في غزة والأوضاع الإنسانية البائسة التي يعيشها أهل القطاع في ظل قصف طيران الاحتلال للأحياء والكنائس وارتكاب المجازر وسقوط الشهداء. كما تناولت الحلقة عدة محاور بينها دور التطويبات في تعزية المؤمنين وتكافل الكنيسة في الشدائد. إلى هناك أحداثنا خلال هذا الأسبوع على صفحتنا أو على المشاركات اللي شاركنا فيها خلال هذا الأسبوع من نشاطات ومن أنشطة، طبعا كلها توقفت النشاطات أو النشاطات الاجتماعية وركزت على الوضع القائم في الأراضي المقدسة وما يحدث فيها من انتهاكات وحرب وألم ودمار. اخترنا حلقتنا لهذا اليوم يكون كيف ننظر إلى هذه الأخبار، كيف نأخذها، كيف نتعامل معها، كيف نتشارك. طبعا نشاطاتنا مثل ما أنتم تابعتوا على صفحتنا في من الأخبار والمقابلات اللي بتحكي عن غزة، المسيرات التي تمت إقامتها في عدة بلدان من العالم تضامنا مع أهل غزة والأراضي المقدسة، طبعا الانتهاكات التي تم تفجير الكنائس والمستشفيات خاصة مستشفى المعمداني وكنيسة القديس بورفيريوس اللي بغزة وهي من أقدم كنائس العالم تعد، وذهبت في هذا التفجير ضحايا عديدة وللأسف يعني معظمهم كمان أطفال، يعني لا ذنب لهم، لكن سوف نتحدث بهذا الموضوع عن الذنوب وما ذنب هذول الأطفال واللي بينادي وبيقول وينك يا ربنا من هذا الألم وهذا العذاب اللي عم بيعيشوه أبنائك وبنوك. الموضوع الحزن وكيف تعزيات المؤمنين، كيف بتعزوا المؤمنين كأن إنسان مؤمنة، كإنسانة أؤمن بالله وعندي رجاء وأمل، لكن من شدة الألم اللي عم بشوفه أبونا ومن شدة الدمار، يعني أنك تشوف أطفال أوصالهم مقطوعة مشوهة من كثر الانفجار، استعمال وسمعنا كمان أنه عم بيستعملوا مواد كيماوية يعني، وتعمل هذه المواد بحرق الجلد والتشويه البني آدم، يعني لما الطفل أو شخص عزيز عليك بيموت مثلا من مرض كبر بالعمر وانت بتدفنه بشكله الكامل، لكن مع انه كمان انت عم تدفنه عم تدفن شخص مشوه، يعني جسد مشوه، فالألم بصير مضاعف. وفي ناس كتير كمان الألم بحسوا إنهم عاجزين، ما عندهم يعني شو بدنا نعمل، حاسين حالهم إنه ما إلهم فايدة بهذا الوجود أو بهذا العالم. أنا بقدر إيش يعني إيش بقدر أسوي، يعني بتحس حالك إيديك مربطة مش عارف شو بدك تعمل. فكتير في أسئلة وردتنا إنه شو بدنا نعمل، بدنا هيك إشي يفش قلبنا يشفي غليلنا، إنه هالعالم اللي عم نعيشه اللي خلقه ربنا بكل هالمعطيات وبكل هالطبيعة اللي وهبنا فيها وكل هذا الجمال كمان اللي عم نشوفه كيف عم بيتشوى من صورة وبشاعة الإنسان اللي قاعد عم بيقتل ومنقول بإيد باردة كمان. فأبونا تحدثنا عن معنى الحزن، ما هو الحزن؟ اللي عم بيصير هو تحكم قوى الشر في العالم، نعم، يعني كل الأوصاف اللي أعطيتيها ما بتعبر حتى عن إنسانيتنا، مش عن روحنا، حتى عن إنسانيتنا هي بعيدة عن الإنسانية. نعم. واللي وصلنا لهاي المرحلة يعني كل أشكال الدمار كل أشكال القتل اللي احنا عم نشوفها هي عم تفرجيكي تحكم قوى الشر في العالم وقديش صار هاي القوى عم بتسيطر وعم تفرض حضورها بكل الأشكال وبكل الوسائل. فأنا اليوم كمسيحي إذا أنا بدي أفكر وبدي أحاول أني أعمل إشي أمام كل هذا الألم كل هذا الموت كل هذا الدمار اللي عم بيصير، بدي أعرف أنه الوسائل المتاحة بإيدي لا هي حرب ولا هي أسلحة ولا هي قوى
عسكرية ولا قوى نووية ولا أي قوى معينة مادية ممكن أحكي عنها، ولكن اللي قادر أنه يغير كل هذه الأمور هو القوى الإلهية. فأنا زي ما في معسكر شر عم بزرع كل هذا الدمار في العالم، حبا في السلطة، حبا في المال اللي موجود، الثروات اللي عم بتكون موجودة في الأرض، أنا بدي أعمل معسكر مقابل، لازم أبني هذا المعسكر. حلو. معسكر خير، معسكر سلام، بثقافة أبنائي، بتربيتهم على المحبة، على السلام، على الحب، على التعايش، على الإيمان الصادق اللي نحن ممكن نعيشه، اللي بيخلي الإنسان مش فقط يعيش إنسانيته كاملة وإنما يرتقي فوق الإنسانية. نحن هذا الإشي اللي بنآمن فيه كمسيحيين، إنه إجا المسيح يجعلنا بشر آلهة. فالمسيح إذا أنا لسه لليوم مش قادر أعيش إنسانيتي، كيف بدي أوصل للمرحلة اللي أرادني إياها سيد المسيح، إنه يرفعني ما فوق البشرية ويجعلني يقولني أحبوا أعدائكم، باركوا لعينيكم. كل هاي التعليم اللي أعطانا إياه السيد المسيح حتى يسمو بالطبيعة البشرية ويرفعها إلى مقام أعلى. فعشان هيك المرحلة الأولى اللي أنا بفكر فيها إنه نحن بحاجة نبني معسكر خير. نعم. يقابل معسكر الشر الموجود في العالم. نعم. اللي عم بيكبر بطريقة فظيعة. يعني نستخدم وسائل التواصل، نستخدم كلماتنا، نستخدم أي شيء ممكن يسمح لنا أنه ننشر ثقافة الإيمان، ثقافة الأمل، ثقافة الرجاء اللي المسيح اللي موجود في حياتنا، هو اللي حيعمل هذا المعسكر المقابل لمعسكر الشر اللي موجود في العالم.